سعد الله صباحكم أحبتي الطلبة. اليوم سوف نبدأ بدرس جديد ومهارة جديدة وهي مهارة التنوين. دعونا نتابع ماذا يتم عرضه. تنوين، سندرس التنوين. كنا قد تعرفنا على عائلة الحركات القصيرة التي تتكون من الفتحة، الضمة، الكسرة والسكون. حسناً، اليوم كذلك سنرسل السكون في إجازة. لن نعمل معه أبداً، سنعمل فقط مع الفتحة والضمة والكسرة. أرادت الحركات القصيرة أن تصبح منونة، فاستعانت الفتحة بفتحة أخرى، استعانت الضمة بضمة أخرى، واستعانت الكسرة بكسرة أخرى، وبهذا أصبحت هذه الحركات منونة. كيف ذلك؟ بإضافة ميزة التنوين. ما هي ميزة التنوين؟ حسناً، عندما نضع فتحتان فوق الحروف يصبح الحرف منوناً بالفتحة، أي نسمي هذا التنوين بالفتحة. عندما نضيف ضمتان فوق الحروف تصبح الحروف منونة بالضمة، أي نسمي هذه بالتنوين بالضمة. عندما نضيف كذلك كسرتان تحت الحروف تصبح الحروف منونة بالكسرة، أي نسمي هذه الحركة، أي حركة الكسرتان تحت الحروف، بالتنوين بالكسرة. الآن كيف ننطق التنوين؟ نلاحظ ذلك في الأمثلة التالية. لاحظوا هذا الحرف، إنه مشكل بالكسرة، فنقول ري ري. عندما نضيف له التنوين بالكسرة يصبح رن رن. لاحظوا إلى طريقة نطق التنوين بالكسرة هنا في هذا الحرف، كأننا نطقناها هكذا رن رن، أي بإضافة نون ساكنة. هذه النون تلفظ فقط لكنها لا تكتب، أي لا نكتب رن بهذه الطريقة، بل نكتبها هكذا رن بإضافة كسرتان تحت الحرف. ننتقل إلى حرف آخر. ما هذا الحرف؟ إنه مشكل بالضمة، فنقول دو دو. عندما نضيف له التنوين بالضمة يصبح دن دن، أي نطقناه بهذه الطريقة دن بإضافة نون ساكنة. هذه النون كما قلنا هي نون تلفظ فقط لكن لا يمكن كتابتها، أي نكتب دن بهذه الطريقة بإضافة ضمتان فوق الحرف. ننتقل الآن إلى حرف آخر. ما هذا الحرف؟ إنه مشكل بالفتحة. كيف نلفظ هذا الحرف؟ ب. أحسنتم، ب. عندما نضيف له التنوين بالفتحة يصبح بن بن. ماذا أضفنا للحرف ب؟ أضفنا له فتحتان وأضفنا له أيضا حرف المد الألف. دائما التنوين بالفتحة يكتب بهذه الطريقة، إضافة فتحتان فوق الباء مع إضافة ألف المد، وننطقه هكذا بن بن. كيف ننطقه؟ بن، أي بإضافة نون زائدة لفظا فقط، ولكن لا نكتبه بهذه الطريقة، نكتبه هكذا بن. أحسنتم. لنقرأ مع بعض قاعدة التنوين. ماذا تقول القاعدة يا ترى؟ حسناً، هيا لنقرأ. التنوين هو نون زائدة تلحق أواخر الأسماء لفظاً لا كتابة، أي أن هذه النون الزائدة نلفظها فقط ولكن لا نكتبها. ماذا تلحق؟ تلحق أواخر الأسماء، أي نجدها في أواخر الأسماء، لا نجدها في الوسط
ولا في أول الكلمة، بل دائما توضع في آخر الكلمة. علاماته ثلاث، وهي ما هي علامات التنوين؟ الفتحتان، الضمتان، والكسرتان. حسنا، ما رأيكم لو نتعرف أكثر على التنوين في الكلمات طبعا وليس في الحروف؟ نبدأ من اليسار إلى اليمين، هل أنتم موافقون؟ حسنا، فلنبدأ إذن بالتنوين بالكسرة. التنوين بالكسرة، هذه ماذا تمثل؟ تمثل التنوين بالكسرة. توضع الكسرتان تحت الحرف الأخير من الكلمة. أين توضع؟ توضع تحت الحرف الأخير من الكلمة. حسنا، أعطيكم أمثلة. قارب، أين وضعنا التنوين بالكسر؟ في آخر الكلمة، لا نضعها في أول الكلمة ولا في الوسط، بل نضعها في آخر الكلمة. قاربنا، لفظنا النون الساكنة، لفظناها ولكن لم نكتبها، لفظنا فقط النون. كيف ذلك؟ عبر التنوين بالكسرة. إذن نعيد قراءة قاربنا. ننتقل إلى كلمة أخرى، هذه ماذا تمثل؟ برتقالتن، أين التنوين بالكسرة؟ في آخر الكلمة، برتقالتن. عنبن، أين التنوين بالكسرة؟ في آخر الكلمة، تلفظ النون الساكنة ولا تكتب. هل يوجد هنا حرف النون في آخر الكلمة؟ لا يوجد، بل وضعنا فقط التنوين بالكسرة. ما هذا إذن؟ عنبن. الآن ننتقل إلى التنوين بالضمة. كيف يمثل التنوين بالضمة؟ ضمتان فوق الحروف، توضع الضمتان فوق الحرف الأخير من الكلمة. أين توضع؟ فوق الحرف الأخير. نلاحظ ذلك في الأمثلة. أول مثال، ما هذا؟ ماذا تمثل هذه الصورة؟ ولدن. لاحظوا إلى التنوين بالضم، أين هو؟ فوق الحرف الأخير من كلمة ولدن. ما هذا؟ ماذا تمثل هذه الصورة؟ هذه الصورة تمثل كتابن. أين التنوين؟ في آخر الكلمة، في آخر الكلمة فوق الحرف باء، كتابن. مثال آخر، ما هذا الحيوان الأليف؟ إنه قط. لنقرأ معا هذه الكلمة، قطن. أين وضعنا التنوين بالضم؟ فوق الحرف ط في آخر الكلمة، لا نضعها في أول الكلمة بل دائما في آخر الكلمة. جيد، ننتقل الآن إلى التنوين بالفتحة. ماذا يمثل التنوين بالفتحة؟ كيف نمثله؟ وذلك بوضع فتحتان فوق الحرف. إذن تلحق آخره ألف المد، وتوضع الفتحتان فوق الحرف الأخير من الكلمة وليس على ألف المد، أي أن الفتحتان توضع على الحرف الذي يقع قبل حرف المد. كيف ذلك؟ فنلاحظ إذن الأمثلة الموالية. قلما. ماذا يوجد في آخر الكلمة؟ يوجد حرف المد، ولكن أين وضعنا التنوين بالفتحة؟ وضعناه فوق الميم وليس فوق الألف،
نضع التنوين بالفتحة فوق الميم، أي فوق الحرف الذي يسبق حرف البدء الألف. ننتقل إلى مثال آخر. ما هذا؟ خروفاً. خروفاً، أين التنوين بالفتح هنا؟ فوق الحرف فاء وليس فوق الألف. نضع التنوين بالفتح فوق الحرف فاء. الآن مثال آخر. صندوقاً. صندوقاً، ماذا يوجد في آخر الكلمة؟ يوجد ألف المد، أين وضعنا التنوين بالفتحة؟ وضعناه فوق حرف القاف وليس فوق ألف المد. نضع التنوين بالفتح في الحرف الذي يأتي قبل حرف المد. جيد. حسنا، دائما في التنوين بالفتح هناك بعض الاستثناءات أو بعض الشروط، فنتعرف عليها مع بعض. إذا وضعت في آخر الكلمة تاء مربوطة، هذه هي التاء المربوطة، أو همزة ما قبلها ألف المد، كيف تمثل الهمزة؟ بهذه الطريقة، أو همزة على الألف، همزة على الألف، ألف مقصورة، ما هذه؟ إنها الألف المقصورة. إذا وضعت في آخر الكلمة تاء مربوطة، همزة ما قبلها ألف مد، همزة على الألف، أو ألف مقصورة، نكتفي بوضع الفتحتين فقط دون حرف المد. إذن هذا هو الاستثناء في التنوين بالفتحة، أي أننا لا نضع ألف المد إذا كانت في آخر الكلمة تاء مربوطة، همزة، همزة على الألف، أو ألف مقصورة. حسناً، سنعطي مثال لكلمة تنتهي بالتاء المربوطة. نقرأ هذه الكلمة مع بعض. دجاجة. دجاجة. أين وضعنا التنوين بالفتحة؟ فوق التاء المربوطة. لا نقول دجاجة، أي لا نكتب ألف المد بعد التاء المربوطة، هذا خطأ، بل نكتبه بهذه الطريقة بوضع تنوين الفتح فوق التاء المربوطة دون إضافة ألف المد. ننتقل إلى مثال آخر ينتهي بالهمزة. فينا أن. فينا أن. حسنا، أين التنوين بالفتحة؟ فوق الهمزة. ماذا يوجد قبل الهمزة؟ يوجد ألف المد. إذن في الكلمات التي تنتهي بالهمزة ويكون قبلها ألف مد، نضع التنوين بالفتحة دون إضافة ألف المد، أي لا نكتبه بهذه الطريقة، بل تكتب هكذا، فينا أن، بوضع تنوين الفتحة فوق الهمزة. الآن سأعطيكم مثال على كلمة تنتهي بالهمزة على الألف. لاحظوا مع بعض. ملجأن. ملجأن، أين وضعنا التنوين بالفتحة؟ فوق الهمزة على الألف، وضعناه بهذه الطريقة فأصبح ملجأن. لا نضيف ألف المد هنا، لا تكتب بهذه الطريقة، بل تكتب هكذا، ملجأن. جيد. ننتقل إلى آخر مثال. فتن. فتن، بماذا تنتهي هذه الكلمة؟ بالألف المقصورة، عندما يكون هناك ألفاً